السلام عليكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من اتجاهات الصحافة ونقرأ في عناوينها: تحذيرات دولية من تواصل تدهور الأوضاع ودعوات للتهدئة، السراج بين الدعم الدولي والضغوطات المحلية، أسباب انهيار الدينار مقابل الدولار والحلول المقترحة. لمناقشة إذن هذه الموضوعات أرحب بضيفنا، ينضم معنا عبر سكايب من تونس مدير المركز المغاربي للأبحاث والدراسات حول ليبيا رشيد خشانة. سيد خشانة أرحب بك معنا في حلقة اليوم. أهلا بك أستاذة غالية وتحياتي لمشاهديك الكرام. في ظل المعارك الطاحنة التي يشهدها الجنوب، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من انزلاق البلاد إلى صراع واسع النطاق قد يهدد الأمن المحلي، ووصف البعض تصريحات غوتيريش بالمحبطة، وهي متشابهة مع تصريحات مماثلة للمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الذي استبعد من جهته فيها التوصل إلى حل للأزمة. وفي سياق متصل، حذر خبراء من تحول الجنوب الليبي الذي بات نقطة تقاطع لمختلف الأنشطة المحظورة، تحوله إلى منطقة لتصفية الحسابات بين الخصوم السياسيين الساعيين لتوسيع نفوذهم. أورد موقع الجزيرة نت أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حذر من تفاقم الاضطرابات الأمنية، وقال إنها تهدد بانزلاق البلاد إلى صراع واسع النطاق، وذلك أثناء استعراض تقريره الدوري إلى مجلس الأمن حول تقييم عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وتدور منذ أسبوع معارك طاحنة بين قوات حفتر التي هاجمت ما يسمى القوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق بهدف السيطرة على قاعدة تمن هانت قرب مدينة سبها، وهي أهم قاعدة عسكرية في الجنوب الليبي. ويبدو إحباط المسؤول الدولي من إحباط الليبيين، وتلك حال زادها سوءاً تدهور الوضع المعيشي وتهاوي الدينار الليبي وانعدام الأمن. وتأتي تصريحات غوتيريس المتشائمة بعد أشهر قليلة من تصريحات أخرى لا تقل تشاؤماً أطلقها المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، استبعد فيها التوصل إلى حل للأزمة، معتبراً أن ذلك سيكون مهمة الأجيال الليبية القادمة. ورغم إقرارها بتفاقم الوضع، تكتفي المنظمة الدولية بالشكوى والتصريحات دون اللجوء إلى أي خطوات فعلية، فهي تجدد تمسكها بالاتفاق السياسي لكنها لا تفعل شيئا في مواجهة مناوئيه، ومن بينهم ما يسمى حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الإغويل التي تحاول السيطرة على طرابلس بالقوة، وحفتر الذي من فك يفتتح جبهات جديدة للصراع مجاهرا بأن هدفه هو السيطرة على كامل البلاد. أوردت صحيفة العرب مقالاً يتحدث عن الوضع في الجنوب الليبي، جاء فيه: يواجه الجنوب الليبي الذي يشكل تقاطعاً لمختلف أنشطة التهريب ولطالما عانى من التهميش خطر التحول إلى منطقة لتصفية الحسابات بين الخصوم السياسيين شمالاً الساعين لتوسيع نفوذهم بحسب خبراء. وتبقى مناطق واسعة ولا سيما الجنوب الصحراوي الشاسع المحاذي للجزائر والنيجر وتشاد خارجة عن سيطرة حكومة الوفاق الوطني، وتستغل الميليشيات الفوضى التي تسودها لإدارة شبكات لتهريب المهاجرين والوقود والمخدرات والأسلحة. وأوضح المحلل الليبي محمد الجارح أن قوات حفتر تريد نصرا في منطقة فزان الاسم التاريخي لإقليم الجنوب لتعزيز موقعه، فيما تضاعف حكومة الوفاق التعبئة لتفادي ذلك. وأعرب ماتيا تولد الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية عن القلق من أن تصبح مجموعات مسلحة وقبائل في الجنوب عالقة في نيران المعارك، محذرا من فقدان السيطرة على الوضع. لكن المحللين يرون أن حفتر الذي لا يملك القوات الكافية في الجنوب لا يتمتع بثقل موازن لخصومه، وعلى الرغم من الشعبية التي تحظى بها قوات حفتر بين بعض قبائل وتشكيلات الجنوب عبر توزيع آليات عليها، إلا أن تلك القوات ما زالت ضعيفة عسكرياً أمام القوات الثالثة بحسب كلاوديا غاسيني من المجموعة الدولية للأزمات. سيد خشانة، إذن ما الجديد الذي تحمله تصريحات أمين عام الأمم المتحدة غوتيريش بشأن الوضع في ليبيا وما وصل إليه عفوا؟ الجديد هو أن الأمين العام للأمم المتحدة تحول من فاعل في الأحداث ومؤثر فيها إلى مراقب أو ملاحظ أو صحفي يصف لنا المشهد الليبي بدون أن تكون له أي قدرة على التأثير فيه.
أعتقد أن السيد غوتيريس يشكل خيبة أمل، لأنه أظهر تبعية لموقف دولة من الدول، وبات عاجزا منذ الأسابيع الأولى لتسلمه منصبه، بات عاجزا عن اتخاذ أي مبادرة أو قرار يمكن أن يحلحل الوضع في ليبيا، بينما هذا هو واجبه. يعني هو استجاب للضغوط الأمريكية فيما يتعلق باستقالة السيد ريم خلف، أيضا استجاب للدول للضغط الأمريكي والإسرائيلي طبعا فيما يتعلق بتسمية خلف للسيد كوبلر في شخص سليمان فياض رئيس وزراء فلسطيني السابق. فكل هذه المؤشرات تدل على أنه لا يريد أن يكون فاعلا ولا مؤثرا ولا أن يضع حدا للمأساة الليبية. هل تتصور بأن تذهب الأمم المتحدة إلى حلول بديلة عن تلك التي تقوم بها في ليبيا والمتلخصة في اتفاق أسخيرات وتطبيقه، ولاسيما هنا وأن الوضع في تفاقم بحسب غوتيريش؟ بالعكس، يعني السيد غوتيريش تسلم جهدا كبيرا بذل قبله، ويفترض أن يواصل هذا الجهد بالعمل على تطبيق اتفاق الصخيرات، وطبعا مراجعة بعض البنود التي تطرح إشكالا حاليا والتي اتضح أنه لا يمكن تطبيقه بدون تعديلها. وبالتالي كان المطلوب منه أن يتصل بجميع الأطراف، وهو ما لم يفعله مثل ما فعل ذلك سلفه، وبعد أن يتصل بكل الأطراف يحدد أين هي العقدة ويعمل على حلها. هذا هو المطلوب من دبلوماسي دولي في مثل هذا المنصب المرموق، وليس أن يصور الوضع وأن يصفه ويعطي انطباعاته عنه. بحسب قراءتك سيد خشانة، ما مآلات الصراع في ليبيا، لاسيما الحديث هنا والتركيز بات على المعارك التي تشهدها الجنوب، مناطق الجنوب؟ بالتأكيد الوضع خطر، ويعني مصدر الخطورة هو الوصول إلى مناطق لم تكن تشملها الصراعات في السابق، وهي مناطق ملتهبة وتغيب منها الدولة تماما مثل ما هو الحال في جنوب ليبيا، وخاصة المناطق المتاخمة للحدود مع نيجر ومع تشاد وأيضا مع الجزائر، وهي حدود طويلة جدا ويصعب السيطرة عليها، وتحولت لهذا السبب تحولت إلى ملجأ للميليشيات التي هربت من سرت بعد المعارك المعروفة مع البنيان المرصوص. نعم. وتحولت إذن إلى قواعد بديلة لهذه الجماعات الإرهابية، وهذا لا يهدد فقط ليبيا وإنما يهدد حتى دول الجوار أيضا. ولكن الأمم المتحدة لا تريد أن تضع يدها في يد الدول المعنية من أجل محاصرة هذا الخطر ووضع حد له وتحسين الأوضاع الأمنية في ليبيا. بالعكس، نلاحظ أن الأوضاع تتدهور مثلما أن الأوضاع الاقتصادية أيضا تتدهور على حساب الليبيين، ولكن الأمم المتحدة والدول الكبرى التي تدعي أنها تتابع الوضع في ليبيا وتريد تسويته لا تقوم بأي خطوة ملموسة. ننتقل إلى ما تطرقت إليه إذن صحيفة العرب، حيث رأت أن قوات حفتر لا تتمتع بدعم واسع في الجنوب، وهذا ما سيحول دون بسطها السيطرة الكاملة عليه. أولا، ما الضامن لعدم تغير الولاءات؟ وثانيا، ما الذي يستند إليه حفتر عبر فتحه لجبهة قتال جديدة في الجنوب؟ هو في الأصل السيد حفتر فتح حرب الجنوب أو معركة الجنوب من أجل تحسين وضعه التفاوضي مع الأطراف الأخرى، وحتى يمكن الدول التي تحميه من أن تضغط أكثر فأكثر على الأطراف المقابلة من أجل أن تقبل بتقديم تنازلات له. وهو يتقصد بالتحديد حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي، يريد أن يضعفهما في أي اتصالات أو مفاوضات من أجل أن يحسد أكثر ما يمكن من المكاسب. طبعا هذا يتطلب أن تكون هناك حاضنة اجتماعية له في الجنوب، وهذه الحاضنة غير موجودة. بالعكس، يعني أكثر الأطراف الفاعلة في منطقة الجنوب لا تتفق مع السيد حفتر في توجهاته، ولذلك هو حاول أن يدخل بالطريقة العسكرية من أجل انتزاع قاعدة مهمة في محيط سبها، هي قاعدة تمنهند، ولكن هذا سيجر البلاد ربما إلى حرب أهلية، لأن الأطراف الثانية لن تقبل بأن يسيطر من له سيطرة الآن على المنطقة الشرقية أن يسيطر أيضا على الجنوب، ولذلك يعني المسألة تهدد بأن تكون ملتهبة بين الطرفين، مما يؤجج من جديد المعارك الليبية. نبقى إذن في مستجدات المعارك في الجنوب الليبي، ولكن نقرأها من حيث الجانب السياسي مع المحور الثاني.
بين الدعم الدولي المقدم له والضغوطات المحلية لإيجاد حل للمشاكل العالقة، يواجه السراج تحديات كبرى ما حد به إلى إطلاق دعوات للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تدهور الأوضاع في الجنوب، مشيرا إلى أن الهجوم الأخير على قاعدة منهند وضع البلاد على حافة حرب أهلية، وقد أثارت دعوته تلك تساؤلات عن مدى واقعها على الدول المعنية ومدى تفاعل المجتمع الدولي مع هذه الدعوة. قال الباحث الليبي في مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط محمد الجارح إن السراج يحاول استخدام ورقة القوة الوحيدة التي يمكن أن نقول إنها ولو جزئيا بحوزته، وهي الدعم والاعتراف الدولي، متسائلا إن كان استخدام هذه الورقة سيجدي نفعا، خاصة إذا كان يتوقع دعما دوليا قويا من خلال مجلس الأمن وفي ظل ما تعيشه العلاقات الدولية من توتر هذه الأيام. وطرح الجارح في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية أسئلة حول إمكانية أن يكون النداء الذي وجهه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج إلى المجتمع الدولي دليل على أنه بالفعل فقد السيطرة. كما أشار الباحث الليبي إلى أن دعوة السراج الأخيرة تعتبر إخلاءً لمسؤوليته أمام المجتمع الدولي الذي يدعي دعمه والاعتراف به، مقدماً في هذا السياق أكثر من تساؤل قائلاً: هل سنرى تحركاً أحادياً من دول معينة استجابة لنداء الاستغاثة من السراج؟ ويذكر أن فايز السراج دعا في رسالة وجهها إلى المنظمات الدولية والعربية، ومنها أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية وأمين عام الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف تدهور الأوضاع في جنوب ليبيا، مشيرا إلى أن الهجوم الأخير على قاعدة تمنهنت وضع البلاد على حافة حرب أهلية يتجنبها الجميع. سيد خشونة، ما تعليقك على ما لخص إليه الباحث الليبي محمد الجارح حول الدعم الدولي للمجلس الرئاسي وكيفية استفادة السراج من هذا الدعم؟ صحيح أن الورقة الوحيدة التي يمسك بها السيد السراج هي ورقة الاعتراف الدولي بحكومته، ولكن أعتقد أنه من خلال الرسائل التي بعث بها أخطأ العناوين، لأن هذه المنظمات الدولية التي ذكرت يعني كلها هي منظمات كسيحة لا حول لها ولا قوة، لا الجامعة العربية قادرة أن تفعل شيئا ولا كانت فعلت أي شيء منذ السنوات الخمس الماضية، ولا منظمة المؤتمر الإسلامي أيضا، ولا مفوضية الاتحاد الإفريقي التي ليس لديها إمكانات أبدا. وبالتالي فهذه الأطراف هي أطراف عاجزة عن التأثير، وكان الأجدى ربما بالسيد السراج أن يتوجه إلى الدول الكبرى التي تتبارى الآن على الملعب الليبي وتحارب بعضها البعض من خلال أدوات ليبية، أن يتوجه إلى هذه الأطراف بكل قوة وحزم لكي يهدد باستقالته من أجل أن تضع حدا للتصعيد الذي نشاهده في الجنوب وفي غير الجنوب. إذن المطلوب هو الضغط على الدول المؤثرة وفي مقدمتها روسيا ومصر وبعض دول الخليج وإيطاليا، هذه هي الدول التي تؤثر الآن في الوضع الليبي والتي تدفع شيئا فشيئا من خلال الصراع بينها إلى حافة الحرب الأهلية. طيب، حول حديثنا عن الدعم الدولي المقدم للمجلس الرئاسي والمتمثل في رئيسه فائز السراج، هل نجح السراج من الاستفادة من هذه الورقة سيد خشونة؟ هو لم يستطع الاستفادة منها طبعا إلى حد اليوم لأن الأمور لم تتحلحل، ولكن لا أعتقد أنه يتحمل المسؤولية لوحده. العواصم الكبرى التي ما زالت تتناكف وتتصارع فوق الأرض الليبية هي المسؤولة عن ذلك، وأعتقد أن الليبيين الذين يسمحون بأن يلعبوا هذا الدور إزاء الأطراف الدولية، هؤلاء الليبيين بالذات وهم ليسوا كثرة للأسف ولكنهم من السياسيين المؤثرين، هم الذين يتحملون المسؤولية فيما آل إليه بلدهم. الجارح اعتبر أن نداء الاستغاثة الذي أطلقه السراج إلى المنظمات التي ذكرتها سيد خشونة في مستهل هذا الحديث هو بمثابة دليل واضح لفقدان السراج السيطرة على الوضع في ليبيا، هل توافقه الرأي؟ وما الذي يتعين على الغرب أو المنظمات التي وجه إليها السراج الاستغاثة فعله؟ الجواب على هذا السؤال هو بحسب الزاوية التي ننظر إليها من خلالها إلى الموضوع. إن شئنا أن نتحدث عن سيطرة السيد السراج على الوضع
في الأرض في ليبيا، فهو لم يسيطر منذ البداية لحد اليوم، رغم تشكيل الحرس الرئاسي الذي يمكن أن يكون بارقة أمل بتشكيل قوة يستند عليها السيد سراج. رغم ذلك يعني ما زال إلى حد الآن ليس هناك ما يبين أنه سيطر على الوضع. ولكن من ناحية ثانية عندما نعرف أن الوضع خطر ومعقد وأن هناك ميليشيات تسيطر على العاصمة، ندرك أنه بدأ يفرض نوع من السيطرة الرمزية أو المعنوية باعتباره يمثل اليوم إرادة حل المشاكل وتسويتها في ليبيا، وأن جميع الأطراف تتعامل معه بهذه الصفة، بصفته قادرا في هذه اللحظة على الأقل أن يلعب دورا في إعادة العافية إلى ليبيا وإنهاء الصراع والنزيف قدر الإمكان. ننتقل إلى قراءة الوضع الاقتصادي والمتمثل هنا في انخفاض سعر العملة المحلية. مثل الارتفاع الصاروخي لسعر الدولار مقابل انهيار الدينار مثل مصدر قلق في الأوساط الاقتصادية التي حذرت بدورها من تآكل القيمة الحقيقية للدينار وتحوله إلى عملة زهيدة. وقد ذهب البعض إلى حد اعتبار أن ارتفاعه سيخرج عن سيطرة أي جهة، ولن يستطيع لا النفط ولا سماسرة العملة ولا تجار الاعتمادات ولا حتى المركزي إيقافه أو التحكم في سعره. أوردت صحيفة العربية الجديد مقالا للكاتب أحمد خميسي قال فيه: لأول مرة في تاريخ العملة الليبية منذ الخمسينات من القرن الماضي قفز سعر الدولار في السوق الموازية بشكل صاروخي إلى 10 دنانير خلال الأيام الثلاثة الماضية بعدما كان سعره لا يتعدى 7 دنانير. وعلق عميد كلية الاقتصاد في جامعة طرابلس أحمد بولسين بأن مجرد تجاوز سعر الدولار 8 دنانير فهذا يعني أنه سيستمر في التراجع بسرعة، إذ فقد الدينار في تلك النقطة قيمته نهائياً وتحول إلى وحدة نقدية زهيدة. وأوضح في تصريحات للعربية الجديد أن القيمة الحقيقية للدينار تتآكل نتيجة نفاذ المخزون السلعي، بالإضافة إلى ضخ عملة جديدة في الاقتصاد، مما تسبب في زيادة الكتلة النقدية العملة المتداولة خارج المصارف. وأضاف أن كل وحدة من السلع ستزيد ديناراً ويصبح هناك جموح في التضخم، وسيزداد الطلب على الدولار ما سيرفع سعره أكثر، وسيحجم الكبار عن استبدال السلع بعملة فاقدة للقيمة. وكتب رجل الأعمال رشيد السواني عبر صفحته على فيسبوك أن ارتفاع الدولار إلى 10 دنانير سيخرج عن سيطرة أي جهة، ولن يستطيع لا النفط ولا سماسرة العملة ولا تجار الاعتمادات ولا المركزي إيقافه أو التحكم في سعره. وأردف أن الإجراء الأفضل هو رفع سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة بسعر أعلى وتوفير السيولة من النقد المستخدم في شراء الدولار. وأكد المحلل المالي سليمان الشحوم أن قفزات الدولار في السوق الموالية تكون بسيطة، ولكنها قفزت في ليبيا بمعدل 3 دنانير عن سعرها السابق، قائلاً إن هناك أطرافاً ترغب في إفساد الاقتصاد الليبي، كما بيّن أن ليبيا تعاني الركود التضخمي مع ارتفاع معدلات البطالة وضعف النمو وارتفاع التضخم، وشرح أن اقتصاد ليبيا اقتصاد حرب يقودها تجار الأزمات. سيد خشنة، إن ما تحدثنا عن المؤثرات التي تسهم بشكل مباشر وتنعكس بشكل مباشر في إسقاط أو عفوا في انخفاض قيمة الدينار الليبي، ما هي؟ بالتأكيد يعني لست خبيرا اقتصاديا، ولكن الواضح تاريخيا أن هناك سببين رئيسيين لهذا الوضع الذي وصلت إليه العملة الليبية. الأول هو اضطراب تصدير النفط باعتبار أنه هو إبرة الميزان التي تحدد سعر العملة، وبالتالي لو سمح للنفط أن يستمر تدفقه بشكل طبيعي لما كنا وصلنا إلى هذا الوضع. العنصر الثاني هو طبع عدد كبير وغير محدود ربما من العملات في روسيا في فترة سابقة، ونحن الآن ندفع ثمن هذا الإجراء بوصول التضخم إلى المستوى الذي وصل إليه، لأن طبع تلك العملة لم يكن يستند إلى مخزونات في مصرف ليبيا المركزي، وبالتالي فاليوم السعر انهار وسيزداد انهيارا في المستقبل، لأن العناصر التي أدت إلى هذا الوضع ما زالت قائمة، وبالتالي فمفاعيلها أيضا ستبقى قائمة. الآن وصل الدينار
الدولار إلى 10 دنانير ليبية بالأمس، وأول أمس كان 8 دينارات ليبية، يعني في ظرف تقريبا 24 ساعة انتقل بنسبة 20% أو زاد بنسبة 20% التدهور. ولا يزال هو وهذا يتراوح بين 8 والـ10. هو يتراوح، ولكن هذا يعني أعتقد أنه رقم كبير أن يكون من 8 إلى 10 وليس 8.5 8.25 مثلا بهذه الدرجة، يدل على أن الانزلاق انزلاق سريع، وهذا يهدد أوضاع المواطنين الليبيين بالدرجة الأولى، التي أعتقد أننا يجب أن نفكر فيهم، لأن هذه الإجراءات كلها تنعكس عليهم بالدرجة الأولى. أما الذين يملكون أموالا في الخارج فهؤلاء لن يشعروا بخطورة هذا الوضع، وإنما المواطن العادي الذي يذهب لكي يقف في الطابور أمام المصرف ويحصل فيما بعد على 100 جنيه أو 200 جنيه ولا يستطيع أن يواجه بها أي من نعم، المصاريف من المصروفات التي يتعين عليه إنفاقها، هذا هو الذي سيتأذى كثيرا من هذه الإجراءات ومن تدهور سعر الدينار الليبي. شكرا لكل هذه التحليلات سيد خشانة، كنت معنا عبر سكايب من تونس، مدير المركز المغاربي للأبحاث والدراسات حول ليبيا رشيد خشانة. وأنوه أيضا مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام، وإلى اللقاء.